السلام عليكم طلابي ومرحبا بموضوع جديد اللي هو الماس ترانسبورت اند انفايرمنت. طبعا الماس بالانفايرمنت تنتقل من ثلاث مبادئ رئيسية اللي هي الديفيوجن والادكشن والسورس سينك اللي هو اذا عندنا مصدر within الماس يؤدي الى زيادتها او نقصانها او مصدر خارجي يؤدي الى زيادة او نقصان الماس. اليوم راح نبدا بالديفيوجن. الديفيوجن هو عمليه انتقال البارتيكل بواسطه البراونيان موشن. تدون الماده لها دقائق، هاي الدقائق تكون في حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات. لو فرضا عند زمن معين الماس راح تنتقل من نقطه الى اخرى بواسطه البراونيان موشن. خلينا نقول rt يساوي صفر بهذه الصورة. بعد زمن معين راح تنتشر بجميع الاتجاهات، راح تصير بهذه الصورة. بعد زمن راح تنتشر أكثر، راح تصير بهذا وراها بعد أكثر إلى آخره، بحيث البارتيكل تتحرك بجميع الاتجاهات كل زمن. هذا نصيح له ديفيوجن. مقدار المسافة اللي تقطعها المادة باتجاه معين يعتمد على فايكس لو. شي يقول بجي نشرحها بطريقة مبسطة. لو فرضا عندنا بارتيكلز خليناهم في وعاء هذه الصورة، وخلينا الانترفيس مهمانة بحيث تركيز المادة بالجهة اليسرى C1 وبالجهة اليمنى C2. هي نفس المادة بس التركيزين مختلفين، هنا C1 وهنا C2. بهذه المنطقة البارتيكل تكون في حركة عشوائية، وبهذه المنطقة أيضا البارتيكل تكون في حركة عشوائية. لو فتحنا هذا الانترفيس اللي بيناتهم راح البارتيكل C1 تنتقل بهذا الاتجاه، والC2 أيضا راح يتغير، احتمال البارتيكل اللي هنا راح يروحن بهاي الاتجاه لأنك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات. البارتيكل اللي موجودة فرضا قريبة أو ملامسة لهذا الانترفيس، بعد ما انفتحها البارتيكل اللي تركيزها C2 بارتيكلز راح تنتقل بجميع الاتجاهات أيضا، واللي هنا همات راح ينتقل بجميع الاتجاهات، بحيث اللي ينتقلن لمقدار الانتقال لليمين يساوي مقدار الانتقال لليسار، يعني نص بنص. يعني C1 الموجود هنا نص راح يروح بهذا الاتجاه ونص راح يروح بهذا الاتجاه، والC2 الموجود بهذا الانترفيس راح يروح نص بهذا الاتجاه ونص الثاني بهذا الاتجاه. نقدر نكتبه رياضيا بهذه الصورة، نص C1 دلتا، اذا ناخذ مسافه نمشي مسافه معينه دلتا اكس في اريا، وبالاتجاه الثاني ايضا نص دلتا اكس اريا بالاتجاه الثاني. هسه هذا وحداته شنو؟ الكونسنتريشن ماس لكل او تكعيب دلتا اكس او الاريا او تربيع، فراح يطلع وحداته ماس. يعني كمية الماس اللي منتقلة من الاتجاه اليمين ام وبالاتجاه اليسار راح تكون فد ام ثانية، بحيث عند اي نقطة ايش راح يكون؟ راح التركيز يعتمد على الاثنين C1 والC2. نقدر نكتبه رياضيا بهذه الصورة، التركيز لمسافة دلتا اكس ايش راح يساوي؟ نص في دلتا اكس في الاريا في C1 ماينس C2، الفرق اللي بيناتهم نقسمه على دلتا تي حتى الوحدات تصير ماس لكل تايم. نصيح له فلكس، ماس فلكس، ماس فلكس. نقدر ايضا
نقدر أيضا السي 2 السي 2 نكتبه بدلالة السي 1 بواسطة تايلر سيريز أبروكسيميشن. السي 2 تساوي تقريبا سي 1 زائد دلتا اكس دي سي إلى دي اكس، هاي ماخذيها تايلر سيريز. طبعا أكو بعد حدود زائد دلتا سي دلتا اكس تربيع على 2 دي 2 سي على دي اكس تربيع زائد حدود أخرى راح نهملهن، فنقول تقريبا نجي نعوض هذا السي 2 هنا راح يطلع لنا هذه المعادلة. هذه المعادلة راح نفرض هذا المقدار يساوي دي، نكتبها بصيغة ثانية ماينس دي اي دي سي الى دي اكس. هذه الماينس استفدناها من هي جت من الاشتقاق، بس شنو معناها هسه راح افهمكم شلون. هذا نصيح له فايكس لو، فايكس لو الفلكس يتناسب ويا concentration gradient، ويا concentration gradient، بحيث اذا هذا الجراديانت بوزيتيف راح يصير الاتجاه الحركه لليسار، اذا هذا الكونسنتريشن جراديانت نيجاتيف راح يصير اتجاه الحركه الى اليمين. نقدر نقول الماس فلكس استنتجنا اللي هو بصورة عامة ايش راح يساوي ماس فلكس اللي هو دي سي الى دي تي، هذا يتناسب ويانا يتناسب ويا الكونسنتريشن جراديانت، ويا عكس الكونسنتريشن جراديانت، ويا الكونسنتريشن جراديانت. هذا ايش راح يساوي؟ راح الماينس اذا نشيل التناسب نخلي الثابت التناسب راح نفرضه دي، هاي اشتقاق يعني بطريقة ثانية راح نضربه في اريا دي سي الى دي اكس حتى نحصل على وحدات ماس بير تايم. هذا ماس فلكس، الفلكس يتناسب عكسي ويا الجراديانت. شنو معناه؟ لو هذا الاكس وهذا الكونسنتريشن، لو كان دي سي، لو كان عندنا انتقال بهذه الصوره، هذه العلاقه بين السي وبين الاكس، هذا السلوب مالته شو يمثل؟ السلوب هذا السلوب شو يساوي؟ دي سي الى دي اكس. فالسلوب باي نقطه؟ هذا السلوب نيجاتيف، هذا السلوب نيجاتيف، معناها الماده بتنتقل من هذا الاتجاه من هذا المكان التركيز العالي الى التركيز الواطي، هذا يعطينا سلوب نيجاتيف. اذا نجي نخلي هنا سلوب نيجاتيف ونيجاتيف يصير بوزيتيف، معناه الفلكس يصير بهذا الاتجاه، هذا الفلكس، هذا تفسير الإشارة السالبة. وعندنا حالة ثانية نعطينا هذا اكس سي، لو كان الانتقال بالعكس، لو كان العلاقة بين الكونسنتريشن وبين الاكس بهذه الصورة، السلوب هذا هنا السلوب بالماينس نيجاتيف، معناه هنا السلوب بوزيتيف، عفوا هنا السلوب بوزيتيف، السلوب بوزيتيف ليصير انتقال بهذه الصورة. فإذا كان هذا بوزيتيف الإشارة السالبة معناه الفلكس راح يصير بالماينس، معناه اتجاه حركة الماس بهذه الصورة، بهذه الصورة من اليمين لليسار، وهنا من اليسار إلى اليمين، هذا بالماينس. هذا تفسير الإشارة مال فايكس لو.
معناه الماس فلكس يتناسب ويا الجراديانت عكسية. لو كان الجراديانت بوزيتيف راح يطلعنا الماس فلكس نيجاتيف اللي هي هذه الحالة عكس الاتجاه. لو كان السلوب نيجاتيف اللي هي هذه الحالة السلوب بها نيجاتيف عندنا ماينس هنا راح يصير بوزيتيف فراح يصير الفلكس بوزيتيف اللي هو هذا الاتجاه هو اتجاه الاكس. هاي فرضا انه الاكس موجب بهذا الاتجاه الاكس موجب بهذا الاتجاه هذا قانون فايك قانون فايك فايكس لو فايكس لو. وحدات الديفيوجن كوفيشنت ال سكوير over time ال سكوير over time مثلا سنتيم مربع per second متر مربع per second متر مربع per second هذا باتجاه الاكس نقدر نعممه احنا اخذنا هذا باتجاه الاكس نقدر نعممه باتجاه الواي باتجاه الزي بثلاث اتجاهات يعني الديفيوجن يكون بجميع الاتجاهات بس احنا ناخذه بثلاث اتجاهات الكيو باتجاه الاكس وباتجاه الواي وباتجاه الزي شوفوا كل واحد الاختلاف شنو هاي الاريا الاريا على فرض ان الديفيوجن ثابت في جميع الاتجاهات ثابت في جميع الاتجاهات هذا يقودنا لموضوع ثاني اللي هو الديفيوجن اللي هو الديفيوجن from point source يعني لو عندنا point source شلون نتعامل وياه point source اللي هو مثلا ذبينا ماس معينة بالريفر جينا مثلا جبنا برميل نفط وذبيناه بمكان معين بالريفر هذا شبيه راح يصير بيه ديفيوجن الجميع اجينا اخذنا مثلا انك حبر وخليناه بلاس مال مي فراح شبيه الحبر راح ينتشر بجميع الاتجاهات راح نفرض هسه حاليا الانتشار يعتمد على الديفيوجن فقط يعني راح نهمل الادفكشن ونهمل السورسينج على اعتبار راح ناخذه لاحقا فراح نبدي راح نفرض انه الانتشار باي ديفيوجن اونلي الانتشار باي ديفيوجن اونلي لو فرضا عندنا تيوب بهذه الصورة وجينا خلينا ماس بالوسط ماس معينة فد مادة معينة ان يونت ويت خلينا نقول ان كيلوغرام لو فرضنا هذا الاكس هذا الاكس زائد هذا الاكس من هنا بالماينس هذا خلينا نقول محور واي هذا الانبوب اللي هنا هذا نقول وان دايمنشن يعني بيه بس اكس معين انبوب خلينا نقول رفيع باتجاه واحد الاكس مالته صايره بالوسط على سبيل المثال هاي الاكس ناري من كتبه على صورة احداثيات خلينا نقول هذا الاكس هاي الماس هنا خليناها راح شو نسوي راح نجي نملي بفلويد معين على سبيل المثال خلينا نقول بي هو initially بي just water بي just water هذا ووتر وجينا خلينا هاي الماس هنا بوسط الووتر هذه الماس بعد ما نخليها خلينا نفرض بس ديفيوجن عندنا ايش راح يصير بها راح تنتقل بالاتجاهين راح تنتقل بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه بواسطة البراونيان موشن
خلينا نقول مثلا تي يساوي صفر، التركيز خلينا نقول هذا المحور واي اللي هو الكونسنتريشن، سنريد نرسم الكونسنتريشن على طول هذا التيوب، على طول هذا التيوب. فاتي يساوي صفر، اتي يساوي صفر، خلينا نقول ما عندنا بس هنا الكونسنتريشن هنا السي، ورا زمن معين ايش راح يصير بالتركيز هذا؟ راح يصير تغيره بهذه الصورة ورا زمن معين، يعني التركيز هنا هاي قيمته، هنا بهاي النقطة أهل قد قيمته، بهاي النقطة أهل قد قيمته، بهاي النقطة أهل قد قيمته، هنا أنا بالعكس هذا الأكس من هنا موجب، الأكس من هنا سالب، والتركيز والتركيز باتجاهين متساوي متناظر، يعني على اعتبار راح يصير فقط ديفيوجن وينتقل بالاتجاهين، راح يصير ديفيوجن وينتقل بالاتجاهين. هذا تي يساوي صفر، مو تي يساوي صفر يعني بعد زمن معين، خلينا نقول تي يساوي خلينا نقول تي 1، لان انيشيالي بس هنا نفتح الزمن راح يبدي يتغير بعد زمن معين، هذا راح التركيز راح يقل، راح ينتشر اكثر، راح يمشي راح تمشي الماس بالاتجاهين راح يقل، فخلينا نقول راح يصير بهذا الشكل، وراها يقل بعد اكثر راح يصير بهذا الشكل، لان يقل، يعني هذا تي يساوي تي 2، خلينا نقول هذا تي يساوي تي 3، هذا راح يكون هذا الفيجر يوضح تغير التركيز على طول الأنبوب ويا الأكس ويا الزمن بنفس الوقت، ويا الزمن بنفس الوقت. لو تلاحظون هذا نقدر نسوي له موديلنج كونسبتشوالي، كونسبتشوالي يعني مفهومي. فهذا إذا تشوفون شكله هو بيل شيب، بيل شيب اللي هو نفس المنحني مال probability distribution، نفس المنحني مال probability distribution، probability اللي هو Gaussian distribution، Gaussian distribution يعني هذا الشكل يصبح له Gaussian. هذا Gaussian distribution، Gaussian اللي هو يعطينا probability، أكيد مر عليكم هذا اللي هو نقدر نكتبه بهذه الصورة، الـ probability تساوي واحد على sigma اللي هو الـ standard deviation جذر 2 by exponential minus x تربيع على 2 sigma تربيع. طبعا سيجما وحدها اللي هي ستاندرد ديفيشن، سيجما سكوير يصبح لها الفاريانس، الفاريانس هذه البروبابيلتي، هاي البروبابيلتي. فنقدر نربط هذه البروبابيلتي، هذه البروبابيلتي نقدر نربطها ويا الكونسنتريشن والتايم، ويا الكونسنتريشن والتايم والاكس، كونسنتريشن والتايم والاكس. فنقدر نقول البروبابيلتي حتى البارتكل تمشي دلتا اكس معينه نفس هالبروبابيلتي هاي مضروبه في دلتا اكس، طبعا البروبابيلتي بيرسنت تيجي على شكل بيرسنت، يعني البروبابيلتي اوف بارتكل تو كروس دلتا اكس معينه خلينا نقول مثلا 60%، ف 60 في دلتا اكس تعطينا ايش قد مشت البارتكل، هذه البروبابيلتي. السيجما بحيث السيجما، بحيث هذا السيجما يساوي سكوير روت 2 دي تي، يعني السيجما تحت الجذر 2 دي تي، هذا به اشتقاق معين هسه ما نتطرق له، بس ناخذه بصوره عامه. الستاندرد ديفيشن يساوي تحت الجذر 2 دي تي،
الدي اللي هو الديفيوجن كوفيشنت، اللي هو الديفيوجن كوفيشنت شنو وحداته؟ ال سكوير على تايم، نضربه في تايم يبقى ال سكوير تحت الجذر يطلع ويساوي ال. اذا وحدات الستاندرد ديفيشن وحدات لينث، وحدات لينث. نرجع الى هنا انا هسه هاي البروبابيلتي لدلتا اكس معينه، نيجي نعوض هذا الستاندرد ديفيشن تحت الجذر 2 دي تي، نخليه راح يصير بهذه الصوره، ونقدر هم نخليه هنا انا. هنا يصير 2 يصير 4 دي تي، 4 دي تي. هذا نفسه راح نضربه في ان، هذا راح نضربه في ان حتى يعطينا عدد البارتيكل، راح نضربه في ان منقسمه، راح نضربه في ان منقسمه على اريا دلتا اكس اللي هي الفوليوم، الاريا دلتا اكس من نضربه في ان منقسمه على الاريا في دلتا اكس يعطينا عدد البارتيكل لحجم معين، وهذه الان هي نفسها الان، يعني عدد البارتيكل راح نفرضه هو نفس الماس، هو نفس الماس. بالتالي بصوره عامه نقدر نكتب التركيز، راح تصير المعادله معادله التركيز. يعني هنا بعد ما كانت probability راح تصير تركيز، هذه المعادله اللي تحفظوها، طبعا اشتقاق كليته مطلوب. فالتركيز ايش راح يساوي؟ ماس على اريا سكوير روت 4 باي دي تي اكسبوننشال ماينس اكس تربيع 4 دي تي. هذا هو نفس الجاوسيان ديستريبيوشن لتركيز معين موضوع انستانتينيوسلي، انستانتينيوسلي اللي هو نفسه انستانتينيوس بوينت سورس، هسه بعدين هم راح نمر عليها. التركيز شنو وحداته؟ ماس لكل لينث تربيع، هنا لكل لينث العفو تكعيب، هنا الماس وحدات ماس اللي هي على سبيل المثال كيلوغرام، هنا الاريا على سبيل المثال متر مربع، الدي نعرفه شنو وحداته، خلينا نقول مثلا متر مربع بير سكند، يعني هذا مثال، هنا التايم خلينا نقول سكند، الاكس خلينا نقول متر. هاي تصفى لكم عوضوهم يطلع لكم وحدات تركيز، وحدات تركيز مثلا كيلوغرام لكل متر مكعب، غرام لكل متر مكعب، غرام لكل متر مكعب، غرام لكل متر مكعب. هذا شكل البروبابيلتي ديستريبيوشن، البروبابيلتي ديستريبيوشن. يعني إذا حطينا تركيز معين هنا أنا راح ينتشر بالاتجاهين بهذه الصورة، راح ينتشر بالاتجاهين بهذه الصورة. يعني هذا اكس من ماينس راح ينتشر بهذه الصورة. بحيث كل سيجما هذا البروبابيلتي ديستريبيوشن مع كل سيجما هنا متقابل 8، يعني الاريا اللي محصورة بين 1 سيجما هذه الاريا تعطينا البيرسنت اوف ماس اللي الها كونسنتريشن هنا اللي هو قيمته هذا 0.61 سي ماكس، واللي هو هذا السي ماكس، هذا لزمن معين، هذا لزمن معين. 2 سيجما هاي 2 سيجما
2 سيجما اللي هي يقابل 95% من الماس، 95% من الماس. هذا لزمن معين، لغير زمن يصير توزيع يختلف. مثلا على سبيل المثال بعد زمن معين راح هذا راح ينتشر، الملوث راح يصير بهاي الصورة، فالسيجما راح يصير أكثر، راح يزداد يعرض، ورا زمن أكثر راح يزداد بعد أكثر، وهكذا وهكذا، اللي هو نفس هذا الشكل، نفس هذا الشكل، بحيث السيجما هنا السيجما شو راح يساوي؟ اللي هو هذا نفسه، هذا نفسه تحت التجذر 2dt. يعني إذا أريد يجدد التايم حتى البولينتنت يصير تركيزه أهل قد، نجي نخلي نضل السيجما مالته هنا الديفيوجن عندنا، نطلع التايم وهكذا وهكذا.